يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس. اليوم راح نبلش وحدة الكسور، والدرس الأول هو الأعداد الكسرية. بداية قبل ما نحكي عن الدرس خلينا نتذكر شوية معلومات. إنه أنا عندي الكسر، الكسر شو بيساوي أو كيف شكل الكسر؟ الكسر يتكون عندي من وسط وفقام بيفصل بيناتهم خط الكسر. في حال كان أنا عندي نموذج أو شكل هندسي رح يكون عندي بسط يمثل جميع الأشكال أو الأجزاء المضللة، والمقام يمثل عندي كل الأجزاء. يعني مثلا لو جيت حكيت لك أنا عندي هذا مثلا مليف الخبز قسمته إلى أربع أجزاء، أكلت مثلا جزء منه، فبرجع أحكي لك اكتب لي الكسر في هذا النموذج، تحكي لي الأجزاء المضللة اللي هو واحد، وكل الأجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو واحد على أربعة. هيك احنا بنوجد الكسر عن طريق النماذج او الاشكال الهندسيه. طيب البسط والمقام، في حال كان عندك البسط والمقام يساوي نفس العدد على البسط والمقام اذا رح يساوي عندك واحد صحيح. يعني اذا كان عندي البسط اربعة والمقام اربعة شو رح يطلع الناتج عندي؟ واحد صحيح. كانك عم تحكي انت معك اربع تفاحات بدك توزعها على اربع اشخاص، كل واحد كم تفاحه رح ياخذ؟ تفاحه واحده، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هم كل واحد رح ياخذ تفاحه. إذا خليها ببالك إذا كان عندك البسط والمقام يساوي نفس العدد، إذا أنا رح يكون عندي الناتج هو واحد صحيح، 10 على 10 واحد صحيح، 5 على 5 6 على 6 100 على 100 واحد صحيح. طيب نيجي نحكي شوي على أشكال الكسور. الكسور لها عدة أشكال، هل أنت بتعرف إنه الكسر ممكن بسط ومقام صح؟ في عندك أنواع للكسور، أو خلينا نحكي أنواع وليس أشكال. أنواع الكسور، أول نوع اللي هو كسر فعلي. كيف يعني كسر فعلي؟ كسر فعلي إنه لازم يكون عندك البسط أصغر من المقام. هلا أنا عندي كسر بسط مقام، بس لازم يكون عندك البسط أصغر من المقام. مثلا 2 على 3 2 البسط أصغر من المقام، إذا بسميه أنا شو كسر فعلي. أول ما نشوف البسط أصغر من المقام أي نوع هو؟ من الكسور الفعلي. النوع الثاني كسر غير فعلي، هو ليس كسر حقيقي. لما يكون عندك البسط أكبر من المقام، لما أجي أحكي لك 5 على 3 5 أكبر من 3، البسط أكبر من المقام، إذا هو عبارة عن كسر غير فعلي. ورح ناخذها لقدام شوي كيف نحول هذا الكسر إلى عدد كسري، رح نحكي عنه لقدام شوي. النوع الثالث اللي هو العدد الكسري. العدد الكسري بيتكون عندي من جزئين، الجزء الأول هو عدد صحيح اللي هو العدد الكلي، والجزء الثاني لازم يكون عندك كسر فعلي. مثلا 2 صحيح و1 على 3 او 5 صحيح و2 على 4، هذا بسميه انا عدد كسري. رح نحكي عنه درسنا اليوم. مثلا اجي احكي لك 10 صحيح و1 على 5، هذا بسميه انا كسر عدد كسري. لازم يكون عندي عدد صحيح وبسط ومقام. على الجزء الأول من درسنا على الأعداد الكسرية، كيف بدي أحول الكسر الغير فعلي إلى عدد كسري، وكيف بعدين الجزء الثاني كيف بدي أحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي. يعني حصير أشتغل على النقطة النوعين الثاني والثالث، حصير ألعب فيهم الثاني والثالث، أحول الثاني للثالث بعدين أحول الثالث للثالث، نصير هذا نشتغل عليه. أول جزء إن أنا عندي كسر غير فعلي، شيء كسر غير فعلي من البسط أكبر من المقام، بدي أحوله إلى عدد كسر اللي هو عدد صحيح وكسر فعلي بسط ومقام. طيب باستخدام طريقتين، أنا عندي طريقتين عشان أحول الكسور الغير فعلية إلى أعداد كسرية. أول شغلة بدي أستخدم أنا القسم الطويلة. كلياتنا أخذنا القسم الطويلة، نعرف شو بتتكون القسم الطويلة من مقسوم ومقسوم عليه، رح يطلع معي ناقص ورح يطلع معي مضاعف. شوف كيف رح اطلع على الخطوات. لما اجي انا بحكي السؤال اكتب الكسر الغير فعلي 7 على 3 بصورة عدد كسري، هيك رح يجي لك السؤال. بدك تكتب كسر غير فعلي، هل 7 على 3 كسر فعلي ولا غير فعلي؟ كسر غير فعلي، ليه؟ لأنه البسط أكبر من المقام. فورا بدي أحوله إلى عدد كسري، فورا بدك يطلع بالك تستخدم القسم الطويل. كيف الخطوات رح تصير؟ رح نعمل عملية القسم الطويل. هلا رح نشتغل ورح تدربوا عليها وتتذكروها كمان. هلا بس اخلص القسم الطويل بدي احط او دائرة او احدد الناتج من الضغط المقسوم عليه، هذول الثلاثة انا بدي اياكم عشان اكتب العدد
سؤال. 7 على 3 يا جماعة، حل 7 تقسيم 3 هي وزعتها على قسم طويل. هلا نجي على مية قسم عام. 7 تقسيم 3 بروح على جدول الثلاث. 3 ضرب شو بيعطيني 7؟ نتذكرها. ما في منزل. 3 ضرب شو بيعطيني 6؟ اللي هي 2. برافو. بضرب 2 ضرب 3 6 والإشارة بالقسمة ناقص دائما. هلا بطرح 7 ناقص 6 1. انتهت العملية في القسمة. هلا برجع على بدي أكتب أنا العدد الكسري. من خلال هاي القسمة شو فكرك أو شو بخطر لك كيف بدي أكتب العدد الكسري؟ وين العدد الصحيح؟ وين الوسط؟ وين المقام؟ حكيت لك الناتج بتوقف عليه بفوت عليه دائرة. هاي الناتج وبدي الواطي وبدي المقسوم عليه. حدد حدد أنت شو بدك من القسم الطويل. هاي أنا حددت حطيت عليهم دوائر. حكيت أنا الناتج اللي هو العدد الصحيح العدد الكلي رح أضل برا. هاي أخذته وضلته برا. شو ضل عندي؟ ضل عندي الكسر. بدي أكتب الكسر أنا. وين البسط وين المقام؟ بطلع على الخطوات. البسط شو بيعطيني؟ بسط. هي الباقي اللي رح أحطه على البسط. والمقسوم عليه شو بيعطيني؟ المقام. وين المقسوم عليه؟ قليل 3. إذا 7 على 3 شو بيساوي أنا؟ 2 صحيح 1 على 3. لو جيت أخذت أنا مثال ثاني، ها بنضرب هون مثلا مثال آخر. لو حكيت لك أعطيني 15 على 2 حول لي إياها إلى عدد كسري. كيف بدنا نشتغلها 15 على 2 إلى عدد كسري؟ عن طريق التقسيم الطويل. 15 تقسيم 2 يلا 15 تقسيم 2 2 ضرب شو بيعطيني 15؟ ما في بنزل على 14. 2 ضرب شو بيعطيني 14؟ هي 7. 7 ضرب 2 14 الإشارة ناقص 14. 15 ناقص 14 1 صحيح. طيب شو هي الأجزاء اللي أنا بتلزمني عشان أكتب أنا عدد كسري؟ بحط دائرة على الناتج وعلى المقسوم عليه وعلى الباقي. هذول الثلاثة أنا بدي إياهم. هلا ببلش أوزعهم ولا تنسى. أول شغلة مين هو العدد الصحيح؟ الكبير دائما العدد الصحيح والعدد الكلي اللي هو زي التاج بكون على راسك من فوق اللي هو مين التاج؟ اللي هي 7. وين البسط وين المقام؟ البسط إذا تخربط إذا أنت خربطت مين البسط مين المقام؟ تذكر إن المقام لازم يكون زي ما هو، ممنوع تلعب بالمقام، المقام بترجع تكسر نفسه شو مقام؟ 2 ما بتلعب فيه، بترجع زي ما هو إذا نسيت. والبسط هو عبارة عن الباقي. إذا خربطت عن المقام شو هو المقام؟ هاي ولا هاي؟ ترجع على الكسر الأصلي باخذ مقام. المقام يبقى كما هو. خلينا نشوف الطريقة الثانية. إذا الطريقة الأولى باستخدام القسمة الطويلة. الطريقة الثانية لما أجي أنا على خط الإعداد. خط الإعداد باجي بحكي لك بالسؤال مثل 7 على 3 على خط الإعداد. في شغلة عشان ذكرتها بالبداية، إذا كان عندك البسط والمقام نفس العدد لازم يساوي أنا عندي 1 صحيح. طيب 7 على 3 بروح أنا بمسك الكسر برسمه على خط الإعداد. كم جزء أنا عندي؟ 7 أجزاء. يلا ببلش. عندك 0 على 3 1 على 3 2 على 3 3 على 3 4 على 3 5 على 3 6 على 3 7 على 3. بعد ما وزعت الكسر على خط الاعداد، في سهل خط الاعداد جدا. بعد ما وزعت الكسر على خط الاعداد انت بتحكي انه بننزل تحكي لي اذا كان عندك البسط والمقام نفسه اذا انا رح يساوي عندي 1 صحيح. خلينا نطلع 1 صحيح من هون. ماذا يساوي انا عندي هون 1 صحيح؟ المقام 3 صح؟ هي المقام انا شو عندي؟ 3. متى شو لازم احط على البسط عشان تساوي لي الكسر 1 صحيح؟ لازم احط 3 على 3 شو يساوي عندي 1 صحيح؟ اذا انا لازم كل 3 اجزاء احطهم بدائره او خانه لحالها عشان يساوي عندي 1 صحيح. يعني كانك عم تحكي 0 1 2 3 لحد هون انا هي يساوي عندي 1 صحيح، لانه هي 3 على 3 1 صحيح. عم نمشي كل 3 خطوات يساوي عندي 1 صحيح. مش 3 هي كل الأجزاء، لازم أمشي كل 3 خطوات
يساوي عندي واحد صحيح، يعني انا مشيت من 1 2 3 هي 3 خطوات اعطاني واحد صحيح، برجع بمشي كمان 3 خطوات 1 2 3 هاد يساوي عندي كمان واحد صحيح. كم جزء ضل؟ ما تحكي لي ضل لسه بعد 3، لا ضل عندي كسر واحد جزء واحد، كانك عم بتقول السبعة اطرح منهم الستة كلهم قديش ضل منهم؟ واحد على 3 بعيد. انا هاي خط الاعداد كامل رسمت عليه السبع اجزاء اللي هي 7 على 3. احنا بنعرف ان المقام 3 عشان يساوي عند واحد صحيح لازم كل البسط عندي 3، لو كان 4 كل 4 4 5 على 5. هلا انا كم خطوه لازم امشي عشان اساوي واحد صحيح؟ 3 خطوات 1 2 3 لحد هون كان عندي واحد صحيح. لحد هون واحد صحيح. برجع بمشي 1 2 3 لحد هون كمان واحد صحيح، فعندي واحد صحيح هدول، هدول واحد صحيح. ضل عندي كسر، في طلاب هي بتقولي مس ضل عندي 7 على 3، لا، أنا 7 على 3 كل الأجزاء، أنا شلت منهم 6، قديش ضل من 7؟ 1 على 3. هلا بدي أجي أجمعهم. 1 زائد 1 2، شو ضل عندي؟ 1 على 3. هلا في حالة صح؟ في حالة القسمة القوية أو في حال خط الأعداد أكيد ما معك نفس الجواب. يعطيكم ألف عافية. هذا هيك كان عندنا الجزء الأول من الأعداد الكسرية. الحصة الجاي رح نحول من عدد كسري إلى كسر غير فعلي. يعطيكم ألف عافية.